الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة وما زلنا معكم ونتابع طبعا الحجيج في بيت الله الحرام وفي الأراضي المقدسة في هذا اليوم يوم وقفة عرفات، وبنستقبل إن شاء الله غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا جميعا على الأمة على مصر والأمة العربية والإسلامية بخير وسلام بإذن الله. نواصل هذا الحوار مع سيادة اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور المركزي. سيادة اللواء، هنتكلم مع حضرتك أيضا عن قضية التيسيرات على المواطنين. عندنا إشكالية كبيرة جدا، عارفين أن الأعداد كبيرة، أعداد المواطنين والخدمات أو المصالح الحكومية بتشهد إقبال وازدحام طول الوقت، لكن المواطن المصري عنده حلم. لما بيقارن بأي دولة في العالم بيقول متى نصل إلى مرحلة الوحدة المرورية اللي فعلا فيها مكان بيحترم ويراعى أنه للسيدات، وفيها مكان يحترم ويراعى أنه لكبار السن، وفيها أماكن مكيفة ومريحة للمواطن، رغم أن أنا لا أعفي أي مواطن، عارفين قد إيه في تجاوز من الكثيرين في السلوكيات وفي الطريقة وفي طريقة الفهلوة، وأنه ياخد دور غيره أكيد بتعانوا من ده طول الوقت، ولكن المواطن لسه عنده حلم أن الوحدات دي تبقى نموذج بيقترب ولو بشكل بسيط من اللي موجود في العالم. هو زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، يمكن قلتها سريعا في بدايه الحلقه، ان احنا ان شاء الله مش هيبقى حلم، ان شاء الله هيبقى حقيقه. وقلت لحضرتك ان احنا ابتدينا، السيد وزير الداخليه وافق نبتدي بوحده مرور النزهه كاول مشروع تمهيدي. ان شاء الله ان السيد المواطن بدل ما هيدفع الفلوس بتاعته اللي هي بتاعت التامين او الرسوم يروح الوحده وياخد هذه الاماكن سيادتك تفضلت عليها، هيستطيع من خلال هيتم الاعلان الكلام ده خلال 15 20 يوم من ماكينات الاي تي ام او من اماكن محسسه تم تحديدها في الخارج خارج يعني المرور، يبتدي سيادته لو دخل على ماكينات الاي تي ام يلاقي خدمات اخرى، هيطلع له خدمات المرور قسم مرور النزهه، حضرتك ادخل رقم العربيه ادخل رقم القومي، يبتدي يقول له بالظبط انت عليك رسوم قد ايه وعليك تامين قد ايه، سيادته عايز يدفع بكارت الفيزا او كارت الماستر او كارت الاي تي ام او نقدا برضه يدخلها من خلال الماكينه. في ذات الوقت بيتم الكلام ده بيسمى عندنا في عن طريق السيرفرات الكمبيوترايز عند وحده مرور النزهه، الموظف الصبح بيفتح يلاقي 30 40 واحد دافعين او اي عدد بيبتدي يطبع الرخصه في انتظار حضرته. احنا عملنا ست اللي هو حسن البديسي مشكور حضرته جهد كبير جدا، ومعاه اللي هو مصطفى حلمي جهزوا لنا مكان يبقى برضه مميز، يعني زي ما سيادتك تفضلت مميز، مجرد ما يروح السيد المواطن معاه شهاده المخالفات يقول له اتفضل رخصتك اهي. اظن ده ضمن تسهيلات كويسه جدا معموله، مش بقول لك هنعمل، بقول لك عملنا. ده تم بالفعل. تم بالفعل، وخلال 20 يوم سيتم الاعلان عن، احنا دلوقتي بنعمل بايلو بروجكت، يعني انت عارف السيرفرات والانترفيس بين الاجهزه والاجهزه بحيث ان هي يبقى في تكامل لما اخش على مكتب الدنيا تشتغل معانا مظبوط يعني. طب هسال حضرتك بس كده، عايز اقول لسيادتك انا اسف طبعا، لا اتفضل، جهد كبير جدا. احنا خدنا موافقه السيد وزير الماليه انه يعتبر الدفع الالكتروني ده يعتبر دفع حكومي ونماذج 33 يعني حاطه مظبوطه، يعني بقول لحضرتك فيها جهد غير طبيعي. لكن ان شاء الله دي هتنتهي من 15 ل 20 يوم، هننتهي من النزهه ان شاء الله، هنبتدي نعمم طيب. في بقيه الوحدات. بالنسبه للوحدات المروريه اللي بيذهب لها المواطن للدفع بالطريقه العاديه التقليديه، هل في آلية لتغيير نمط العمل أو طبعا ترتيب الحركة جواها بحيث المواطن يوصل على شباك معين يتولى الموظف من أول ما بيبدأ ياخد منه الأوراق اللي معاه لحد ما يسلمه الرخصة ما يحتاجش يروح هنا؟ هو بالفعل موجود، لكن حضرتك كثافة المواطنين وأعداد كثيرة من سواء رخص قيادة أو رخص تسيير فبتخلي طبعا صعب المهمة جدا، يعني ما عندك وحدات تراخيص
قديمه وانت بتحاول تجددها، ما عندكش اماكن متسعه تعملها علشان تاخد هذه الاعداد. لذلك احنا فكرنا بقى في دفع الكتروني. انا بلغ المواطن هيروح، اللي عايز يروح اتفضل طبعا مش ممنوع، لكن انا بقول كده قللت كتير جدا الاحجام. الحاجه الثانيه والمهمه قلت سيادتك ان احنا بالفعل تمت موافقه سيد وزير الداخليه على انشاء محطات فحص فني الي بالتنسيق مع وزاره البيئه، والفعل نضع كراسي المواصفات خلال شهر هتطرح. خلال عام بالكتير هتكون هذه المحطات في القاهره حوالي من 8 ل 10 محطات. فطبعا كل ده الاعداد هذه الكبيره كانت بتروح وقت المرور كلها طلعت بره ما جتش، فطبعا ده هيوفر كتير جدا. طيب هرجع مع حضرتك للطرق اللي هي محاور رئيسيه زي المحور والطريق الدائري النهارده، عشان باذن الله سبحانه وتعالى طبعا قبل كل شيء ان يبقى في حمايه كبيره للمواطنين او اكبر قدر من الوقايه. عرفنا ان في تصريحات لحضرتك ولقيادات في وزاره الداخليه ان هيبقى في خطه موضوعه لوضع كاميرات مراقبه وحساسات او مجسات للسرعات. مظبوط. ده فعلا محتاج قضيته هي التمويل بس ومتوقف على قضية توفير الاعتماد اللازم له ماليا، ولا له أبعاد أخرى ممكن تعطل الخطوة دي؟ لا ما فيش أي أبعاد غير التمويل المادي. يعني النهاردة احنا لو توفرنا التمويل المادي اللي نقدر نحقق بيه على كل الطرق يبقى كويس جدا. لكن طبعا انت بتصطدم أولا وأخيرا تدبير الاعتمادات المالية. أنا هديك على سبيل المثال، طبعا عندنا رادارات، بس انا بتمنى يعني ان شاء الله وماشيين في هذه الخطوات ان انا بقى لما احط رادار والناس تشاور لبعضها خد بالك ده في رادار في هد السرعه، كان انا بعمل مصلحته مش بقى يعني وانه بيخدم يعني في التحايل على القانون بقى عشان يعني. اول ما يشوف رادار خلاص يروح جاري بعد كده يعني. انا بقى اول رادار ده عشانك انت، بالعكس ده احنا عاملين نظام حاليا دلوقتي احنا بنصلح كل الرادارات على المحور دلوقتي وعلى الدائري وابتدت تشتغل، ودلوقتي بركب لافتات كبيره جدا اقول له احترز امامك رادار على بعد 500 متر. انا مش عايز اصطادك، لا انا عايزك تقلل السرعه بتاعتك عشان تحافظ على نفسك، تحافظ على بيتك، تحافظ على اولادك، تحافظ على المواطن التاني اللي ماشي جنبك. فده اللي احنا سياسه ماشيين فيها. لكن لما اقول لسيادتك انا عامل كاميرات على مستوى المحور والدائري، انت بتتكلم مبالغ ماليه. طب انا عايز اعمل على الطرق بقى كمان، مش بس كده اللي يهمني كمان، ده انا عايزين نعمل بقى نظام في القاهره والجيزه، نظام الانتليجنت ترافيك سيستم اللي هو الاي تي اس اللي احنا دخلنا بيه باقتراح واللي يمكن قلت لحضرتك عليه ان احنا ده حل نظام المرور الذكي. انظمه المرور الذكيه النهارده بدل ما الاشاره يتحكم فيها الضابط او الامين موجود، يمكن هو بيتحكم في اشاره والاشاره اللي بعديها الثانيه وهو مش شايفها زميله الثاني، يمكن ده بيفتح الاشاره وده قافلها فيحصل ارتباك مروري او يحصل كونفليكت زي ما بيقولوا يعني. لكن لما نعمل انظمه المرور الذكيه عباره عن برنامج مروري هو اللي بيدير الحركه المروريه عن طريق زي ما حضرتك قلت برضه مجسات لوبس في الارض او الكاميرا نفسها بتعمل كاونت لاعداد المركبات دي كلها وترسل في جزء من الثانيه طبعا على طول الطريق وعرضه مش بس على اشاره واحده يعني مش تقاطع واحد يعني. والبرنامج المروري ده هو اللي بيبتدي يقول يفتح الاشاره ويقفل الاشاره طبقا للكثافات المروريه، ومش بس كده يعمل لنا جرين ويف يعني حضرتك تطلع من اشاره تلاقي اللي وراها بقت خضراء برضه على ما تعدي، ما ينفعش تطلع من اشاره نفسك والاشاره الثانيه بقت حمراء فيحصل يبدا يربط بقى الاشارات والمناطق ببعضها يعمل سيوله. انت يدويا ما تقدرش تعمل حاجه زي كده، وعلى فكره كل العالم ماشي بهذا النظام. لكن مش بس كده بقى، اذا حضرتك عديت حد الوقوف الكاميرا تعمل سناب شوت على طول او تلتقط الصوره لحضرتك وتبعت لك على المحمول بتاع حضرتك ان انت ارتكبت مخالفه. وعلى فكره احنا ماشيين بقوه في هذا النظام وبنحاول ندبر الاعتماد المالي، وفي يعني ما اقدرش في حاجات اعلن عنها لسه طالما ما خدش وقفه السيد الوزير عليها اقولها، لكن ان شاء الله انا يعني بطمن الناس ان هيبقى في شغل جامد جدا، وفي لسه يمكن احنا في اقتراح والسيد وزير الداخليه وافلين عليه ان هيبقى في اجتماع قريب جدا بعد العيد مع سيد مدير المرور القاهره والسيد مدير مرور الجيزه وانا والسيد اللواء مساعد الوزير الشرطه المتخصصه، وان شاء الله هندعو الساده المحافظين اهم حاجه الجيزه والقاهره نقعد لازم نحط حلول بقى يعني. انا حاسس ان الناس تعبت الايام اللي فاتت كلها والسيد الوزير يعني شدد جدا في الموضوع ده، لكن هذا الامر ما كانش بايدينا احنا يعني. انت هل تعتقد ان هو في كثافه مروريه احنا بسعداء؟ العكس. يمكن حضرتك زعلان، احنا عايزين اكتر منك 100 مره، لان انا نفسي ابقى اشوف الدنيا فيها سهوله مروريه، بحس بذاتي وبحس انا وزملائي طبعا بنتاج مجهود يعني شغلكم. انا بقول لك انا وزملائي الضباط والامناء والافراد شغالين، والوزاره كلها ما بتبذلش جهد في افرادها ولا ضباطها ولا قواتها انها تعمل، لكن كان ضغط كبير جدا من المركبات في الفتره اللي فاتت ديت، يمكن جت من الاقاليم ناس كتير جدا، يمكن في بعض المعوقات قد حصلت واحنا برضو بنتصدى لهذا الامر. لما يحصل امبارح مثلا واحنا اعلنا وزاره الداخليه اعلنت ان الناس اللي هي يعني فوضويين ان يجي 5 الصبح يحط زيت على احد الكباري وتنقلات وتحول المرور وتقفل المرور عشان تشيل هذا موقع الزيت، احنا طبعا ان شاء الله يعني احنا ورا الناس ديت ومش هنسيبها، ولازم يعرفوا ان الفوضى انتهت
تم ضبط حد من اللي عمله هو العمل ده ولا لسه جاري البحث عنه؟ للضبط طبعا على الناس دي كلها، وبطمن حضرتك هيتم الضبط ان شاء الله. كانت بس عشان نطمن الساده المشاهدين ان الحاجات دي حتى لو حد حاول يعمل عمل فوضوي زي ده هتلاحقه، وانه مش هيلحق ياخد وقته بحريه. كانت كميات كبيره ولا لا؟ هو كان احد الكباري يعني، وكانت معلنه وزاره الداخليه اعلنت عنها هنا داخل مدينه القاهره منتخب القوات، وتمت الازاله في ساعتها طبعا لان ده في منتهى الخطوره طبعا، ممكن ياذي انسان بريء. لكن مثلا يعني الناس الفوضويين ده اللي هو مش بس فوضويه، ده عدم يعني انا مش قادر اقول تعبير، انا راجل مسؤول ما اقدرش اقول تعبير اخرى، ان انت راجل مش بتضر الدوله اللي انت عايز تضرها، لا ده انت بتضر الشعب بحاله، ويمكن بتسبب في اذيه ومقتل اخرين واصابه اخرين ما لهمش اي دعوه بهذا الامر. طيب لكن بطمن حضرتك ان من الامس في اداره البحث الجنائي والبحث الجنائيه بتلاحق هذه الناس، وان شاء الله هيتم الضبط وبحزم وبقوه ضد هذا الامر. مش بس احنا ده مش مجالنا يمكن حاليا نتكلم في الامن قوي، يعني نتكلم في المرور. لكن طب انا عشان المرور وحضرتك ذكرت مثال مهم لتجاوزات او اعمال اجراميه او فوضويه، هل رصدتم ما قيل في وسائل الاعلام ان بعض المسيرات التابعه للاخوان او انصار الرئيس المعزول بتحاول تعمله كنوع من الضغط على الدوله او كاجراء انتقامي من الدوله، ان هم يحاولوا عن عمد يعطلوا مرور؟ هل رصدتوا حالات زي دي؟ عربيه واقف ومفيش اي سبب؟ انا زي ما قلت قبل كده، رجل الامن الناجح اللي هو بيبص على الامور بمنظرها عادل كده. يعني انا مش هدور واحد وقف بعربيته عطلان اقول له ما انت اخوانجي ولا انت بتاع، لا انت بتعامل معاك بقى بالقانون. انت راجل وقفت وعطلت حركه مرور هعاملك بالقانون. ايه القانون؟ بلا تجاوز مني ولا منه. انت حضرتك وقفت، يبقى في حاجه اسمها في القانون عندنا تعمد تعطيل حركه المرور، خلاص هسحب منك الرخصه، تعمد تعطيل حركه. لو ما لقيتوش اي سبب قانوني ان سيارته تعطلت فعلا، لا يوجد اي سبب يا فندم قانوني، يبقى في تعمد انك تقف في نص الشارع. احنا طول عمرنا زمان اللي بتعطل عربيته بيزقها على جنب يجيبها يمين، لكن بيتصرف عشان الناس تصرف هنا يعني. لكن انت تقف في نص الشارع وتقول للعامل نمره 2 هسحب رخصه عربيه حضرتك للصلاحيه الفنيه، مش هي مصلحه فنيه، هنسحبها فنيا ثم بقى نجيب احد، لو لها دارت بقى يبقى في كلام تاني، في كلام تاني خالص، يبقى في ادوار بقى كمان. لكن زي ما قلت لك النجاح في ايه بقى؟ النجاح ان انت تحط قوات وتحط امناء وتحط قوات راكبه تلاحق وتبص بسرعه. لكن مش النجاح ان احنا نقول هندور عليه نظبطه، لا ده من الاول قبل ما يعمل القصه دي لو انا متواجدين مظبوطين ورايحين جايين بدورياتنا مظبوطه مش هيعمل كده، ولو عمل هلاقيني جنبه في لحظه اشيله. طيب. وعلى فكره انا مش عايز اظهر كلام سيادتك طبعا، لا اتفضل حضرتك، احنا عايزين نسمع يمكن الحاجات اللي استحدثها السيد وزير الداخليه. الشرطه الجويه يعني الشرطه الجويه النهارده كانت شغاله امنيا، سيادته قال لا تشغل مرور، احنا بنطلع دلوقتي يوميا بالطياره تاخد بال حضرتك، يمكن انا طلعت مرتين بنطلع نبص، ومش انا بس يعني انا ومرور القاهره ايضا بيطلع بالطياره الجويه او التابع للشرطه الجويه، وبنطلع من فوق ونشوف ازمه مرور جايه فين وبنحل. لما معنا اجهزتنا الاسكيه وبننادي على تعملوا اتصالات للابلاغ فين المشكله، فين المشكله فين وبنحلها، وفعلا حققت نجاحات كويسه ان شاء الله. طيب احنا عايزين حضرتك برضو تتقبل كل الاسئله طبعًا اللي ممكن اي مشاهد بيتابع حضرتك دلوقتي يبقى عايز يسالها بصدر رحب. طبعا طبعا عارفين ان هنلاقي تواجد النهارده وبكره باذن الله كثيف جدا، لكن كان في ملحوظه لبعض المواطنين اكيد وصلت لحضرتك، ان في الايام اللي فاتت كان ايام الناس بتقول احنا مش لاقيين يا جماعه ضباط المرور في الشارع، ربما في ضغط على اجهزه الامن، وان الشرطه في ادارات اخرى بتحتاج تستعين برجال من رجال المرور، عشان احنا عارفين ان بيبقى في تكليفات، لكن هل هنلاقي كثافه او تواجد حقيقي مرضي ومطمئن للمواطن الفتره الجايه؟ والله يا فندم الناس متواجدين، لكن هو اللي حصل ان الايام اللي فاتت دي فعلا انا ما اقدرش ننكر كلنا عايشين في القاهره يعني والجيزه يعني حصل بعض التكدس المروري، وده كان نتيجه مش يعني بعض الحاجات اللي قلنا عليها، ولكن منها ايضا ان الناس كلها خدت اجازه من يوم الاربعاء، يعني كلنا عارفين يعني الناس كلها خدت اجازه من يوم الاربعاء طبعا ما انتظرتش اجازه العيد، واللي نزل يجيب حاجه اولاده واللي غير جينا من الاقاليم. سيادتك تعلم ان احنا عندنا 2 مليون سياره مرخصه بالقاهره لوحدها، ناهيك بقى سيادتك عن كل اللي جاي من الاقاليم طبعا صحيح. جاي القاهره وخلافه، وده يمكن حصل ارتباك مروري، لكن الخدمات هو موجوده، لكن المواطن له حق. هو في الاخر يعني انا لو مواطن هيرد عليا دلوقتي انا عارف هيرد عليا يقول ايه، طبعا بادب واحترام وانا بحترم كل الناس، هقول لي انا يهمني النتيجه، ما يهمنيش تواجدك قبل ما يهمني النتيجه، ما يهمنيش ان انت تقول ان الناس كانت سببها ايه، انا عارف ومقتنع، لكن ان شاء الله بطمن حضراتهم ان احنا متواجدين وموجودين في خدمتهم، وان شاء الله هيبقى في يعني حركات احسن من كده، يعني حركات مريه احسن من كده، وان شاء الله هيبقى في حلول مريه. يعني زي ما قلت لسيادتك ان احنا هيبقى في اجتماعات قويه ان شاء الله بعد العيد مع الساده المحافظين، نقعد مع حضراتهم طبعا، لان هو الحلول مع المحليات مش مع الداخليه، يعني الناس ما زلنا برضه بنقول يا جماعه المرور مش داخليه،
مرور في وزاره النقل والهيئه العامه للطرق والكباري وتعميق ووزاره التخطيط العمراني. محتاجين ايه من الجهات دي يا سياده الامير؟ محتاجين من الكلام دي تدعيم. يعني ما نيجي لو قلنا مثلا احنا محتاجين ايه مثلا من الساده المحافظين والمحليات، نمره واحد، اول حاجه احنا الباعه جالين لازم نشوف لهم حل. لازم نشوف حل الباعه جالين، لانه محتل مش بس الارصفه، ده لغايه الارصفه بقت سهل، لكن بين الارصفه وبين الشارع. هتقول لي ده دور الداخليه، طبعا دور الداخليه واحنا نعاون وشرطه المرافق بتعمل وكل الناس شافت ست اللي هو اسامه الصغير مساعد الوزير قطاع القاهره بنفسه والقيادات كلها نزلت زالت، لكن هنفضل قاعدين جنب الحاجه؟ مش ممكن. لازم يكون انا انقله لاسواق بديله يرتضي بها الاخ الباقي الجائل ده، وبعد كده اذا طلع لا نعمله بحزم بعد اذنك انا وفرت لك مكان اهو، حتى لو متر في متر، لو 2 متر في 2 متر يحددوا له، ده شغل المحليات يا فندم. نمرة اتنين، انا النهاردة حضرتك بتقول ان الناس واقفة صف تاني وتالت، وانا ضد هذا الامر طبعا. وفي نفس الوقت برضو عشان انا اشيله لازم توفر لحضرتك مكان اشيل العربية دي احطها فيها فين. لكن انا طول النهار هكلبش العربيات، انا ضد الكلبشة. هي الحقيقة كانت فكرة نعم. هي الكلبشة بتاعت العربية دي الحقيقة بتضر كمان مواطن يعني راكن صف اول ملوش ذنب يعني. طالما حضرتك انت تعلم تمام ان وزارة الداخلية تتعامل بشفافية عالية اليوم. احنا بنتكلم في منتهى الشفافية. انا بقول لك احنا ضد الكلبشة. وإذا كلبشنا صف أول مش هنكلب الصف تاني، ما ينفعش كلب الصف تاني. عفوا احنا قدامنا دلوقتي على الشاشة كوبري أكتوبر و15 مايو كوبري أوبا والأوتوستراد، إزاي ده أو المراقبة والمتابعة فندم من خلال الشاشات والكاميرات دي بتعمل فرق في الخدمة؟ فرق كتير جدا. ما قلت لحضرتك أن التكنولوجيا والعلم هو الحل الأمثل. بلا ما هخلي الضباط وانا طول نهار الف رايح جاي اشوف الدنيا فيها ايه. زي ما قلت لك المنظور انا شايف من فوق. يمكن النهارده طبعا كثافه المرور زي ما سيادتك شايف كده الحركه يمكن اقل من المعتاد الطبيعي، عشان طبعا الوقفه والناس كلها قاعده في البيت، اللي صايم واللي منتظر طبعا يتفرج على وقفه عرفات، واللي بيقرا قران وخلافه طبعا، فده طبعا عامل فرق كبير يعني النهارده. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك غرفه العمليات لما اكون كل ما كثرت الكاميرات عندي كل ما اقدر اتحكم في حركه المرور. ليه؟ انا النهارده ابقى شايف المشكله فين؟ يعني عندي اختناق مروري، فورا بوجه السيد الضابط او السيد الامين واقول له عندي اختناق مروري حول لي على الشارع فلان اللي انا شايفه فاضي، لكن انا ممكن عندي اختناق احول في شارع ثاني هو نفسه مقفول يبقى ما عملتش حاجه. كمان عندنا مشاكل سلوكيات، يعني انت طبعا سيادتك بتركب عربيات وشايف الدنيا. ممكن تحصل حادث مروري مثلا على كوبري اكتوبر. فتلاقي واحد فجاه كده لوحده. لا ده في حادثه عندنا يروح لافف في ورا، الناس تبعتها كلها تروح راجعه عكس اتجاه. بقتش مشكله بقى واحده، بقت مشكلتين. مشكله الحادثه اللي احنا عايزين نوصل لها ننزلها، مشكله الناس دي كلها اللي عامله ارتدادات ورجعت ليه انا مش عارف. فبرضه احنا من خلال البرنامج يعني غير الناس اللي بتقف تاخد فكره عن الموضوع وتتفرج يعني هنقول في مبرر للي نازل يسعف او يساعد ده لكن اللي واقف بيتفرج جوه عربيته. انا بتكلم على اللي بيرجع عكس الاتجاه وبوظ الدنيا. انا بقول لسيادتك بقى المشاهده دي بتعمل لنا مشكله كبيره جدا. يعني بيحدث حادث مثلا على الطريق الدائري ويمكن نكون متواجدين فيها، نرفع الحادث، الناس كلها الجانب الاخر بقى ملوش دعوه بالحادث، يعني الجانب الثاني في بعض الكثافه الاموريه عبال ما بنرفع الحادث. طب الجانب الاخر واقف ليه؟ الناس عماله تتفرج. يعني بنحاول يعني حتى في يعني لو حضرتك قلت واحد عطل الطريق شويه عشان ينزل ينجد او يغيث انسان ويساعده، ده مفهوم، دي حاجه انسانيه ورساله يعني محترمه. لكن واحد واقف بيتفرج وقاعد مكانه ما ساعدش حد وما شاركش لا مع الشرطه ولا في انقاذ بني ادم وقفل الطريق. يمكن بعض المعونه ديت تضر المواطن. يعني احنا عشان دارسين اسعافات اوليه ازاي يشيل انسان من غير اوليه. طب انت عارف سيادتك لا قدر الله ده حاجه نقولها للناس، لو واحد ساقه مكسور وانت شلته لسيادتك يتوفى، لان يعني لازم بده يتشال بطريقه معينه ولازم رجل الاسعاف اللي يجي يحط له الجبيره. لكن لو عظمه المكسوره نفسها ما ينفعش تشيل. بس في قواعد في العالم حضرتك تعلم ده اكتر مننا يا فندم برضو، ان في حالات لو شاف اشتعال مع وقود او حاجه لازم يحاول يطلع انسان لجوه السياره. طبعا مش عارف يعني دي تبقى حالات تانية. الانسان بقى بيطلع حتى لو هيسبب اصابه. بكلم سيادتك على واحد بقى مصاب طبيعي، لكن واحد ما يتصرفش بقى ويلا شيلوه يا جماعه، حاولوا السنه ما تيجي الاسعاف سيبه يولع، ما تيجي الاسعاف لا طبعا. يعني في حالات بتستدعي لا طبعا، يعني اقول حالات الطارئه طبعا. انا نفسي لما اشوف واحد ثاني ويلعب بطفي بسرعه واشيله بغض النظر بقى لما يحصل. لكن انا بتكلم على حادثه عاديه، وطالما احنا متواجدين يعني والحمد لله الامور ماشيه ما فيش مشكله، لا يوجد خطوره على المصاب، ننتظر الاسعاف لما بتيجي. طيب خطه التوسع في تجهيز الشوارع بالمطبات الصناعيه اللي هي بتستخدم او في مصطلح بيطلق عليها في العالم انها كانها رجال شرطه نائمين متواجدين في الشارع سليبنج بوليسمن، هل ده محتاج تمويل كبير او ايه الخطه او هندسيا ايه مواصفاته عشان يؤدي لنوع من ضبط الشارع؟ ما هو طبعا هو لازم مطب صناعي عشان ينعمل، لابد ينعمل في مكان محتاجه. لكن ما نقدرش نيجي انا في طريق عام واعمل مطب صناعي.
اول ده يعمل كارثه، يعمل كارثه ان اللي جاي ده لو طريق على عليه سرعات عاليه طبعا، يعني طول السرعه على هذا الطريق 90 كيلو وعامل على مطب صناعي كارثه طبعا، استحاله طبعا يعني. لان عايز اعمل مطب ده ليه؟ علشان عايز مثلا المواطنين تعدي طبعا اعمل لهم كوبري يعدي الناحيه الثانيه. لكن عند مناطق المدارس وداخل المدن ممكن يبقى في مطبات صناعيه تقبل حضرتك. لهذه المطبات الصناعيه لازم تبقى لها قانونيه، يبقى عرضها ما يقلش عن 4 متر، ارتفاعها ما يزيدش عن 12 سنتي عشان برضه ما نضرش العربيه وما تعطلش حركه المرور. لكن بنلاقي مطبات صناعيه احنا بنزلها طبعا، اللي هي الحاجات الرفيعه اللي ورا بعضها دي كلها وعاليه 15 20 سنتي، طب ما تكسر العربيه يعني، وده ووقفت واربكت حركه المرور. لكن المطب الصناعي اذا كان له يعني احتياج له نتيجه وجود مثلا مدارس او منطقه جامعات ما فيش اي مشكله، بس لما ينعمل طبقا للمواصفات القانونيه اللي قلت سيادتك عليها ومع التنسيق مع المحليات. طيب هل بتطلبوا يا سياده اللواء من الجهات اللي حضرتك قلت اتكلمت عنها دلوقتي، المحافظات المحليات وغيرها، هل بتطلبوا منها التعاون او لسه ما فيش بينكم التنسيق المطلوب بما يكفي عشان يبقى في خطه مشتركه تنفذ التعليمات وتضبط الشارع من كل الجهات دي؟ احنا طبعا بنطلب، لكن هو طبقا للامكانيات بقى اللي عندهم ايه. ولذلك يمكن قلت لحضرتك ان لابد يكون في اجتماع عاجل ان شاء الله بعد موافقه السيد المحافظ الاقليم والسيد محافظ الجيزه ان شاء الله، هنقعد تقبل حضرتك ونضع حلول قدام حضراتهم واللي احنا طلباتنا ايه. واعتقد السيد المحافظ يمكن اول واحد السيد المحافظ يتمنى يكون عنده سلم مريه، لان السلم المريه عند السيد المحافظ والاجهزه المحليه هتحقق له انضباط في الشارع وانضباط امني وانضباط تجاري وانضباط اقتصادي كل حاجه، وفر في استهلاك الوقود، وفر في الصحه العامه، وفر في البيئه نفسها، ان ما يكونش عندي انبعاثات غاز وخلافه، يعني هتبقى حاجه كويسه. يعني هو مش الراجل ما بيقولش ما يكرهش ده يعني، ما يكرهش، هيبقى مبسوط جدا. بس يعني نضع نقط في حروف ونبتدي نقول هنعمل ايه. طيب إيه هنشوف ازاي ممكن يبقى في خطه مشتركه او من اين تبدا عمليه التنسيق للوصول الى افضل الحلول الممكنه بالتعاون بين كل هذه الجهات التي يتحدث عنها سياده اللواء مدحت قريطم. فاصل ونعود لاستكمال هذا الحوار. إن الحمد والنعمة لك الملك.